يبدو أن المغاربة يرفضون الابتزاز السياسي أو ما يمكن القول دبلوماسية الزلازل إنجاز هذا الوصف، على اعتبار أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبرت أنه التدخل في الشأن الداخلي وقفز عن العلاقات الدبلوماسية المعروفة في عندما ألقى كلمة موجهة للمغاربة بشكل مباشر بدل أن توجه إلى رئيس البلاد الملك العاهل المغربي أو إلى الحكومة المغربية أو إلى وزارة الخارجية المغربية. وبالتالي هناك استنكار لطريقة تصريحات رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المغاربة، معتبرين ذلك بأنه تدخل في الشأن الداخلي وبأن ماكرون يحن إلى الحقبة الاستعمارية كما وصفوها في مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي يبدو أن إيمانويل ماكرون قد أخطأ الوجهة عندما قام بمناقشة المساعدات الفرنسية التي كانت وزيرة الخارجية الفرنسية قد قالت في السابق أنها تنتظر طلب الرباط من أجل المساعدة، وهذا الأمر لا يقع في الكوارث الطبيعية والكوارث الإنسانية. الدول هي التي تبادر بالمساعدة ولا تنتظر أن يستجديها أيا كان. وبالتالي المغرب كذلك قد قدمت له عديد الطلبات أو عشرات الطلبات من عديد الدول بشأن المساعدة، لكنه ركز على ما يحتاجه وطلب يعني وافق لإسبانيا والإمارات وقطر وبريطانيا، على اعتبار أن المعدات كما قالت بعض المصادر المغربية، المعدات التي كانوا يحتاجونها تأتي حسب المرحلة في أزمة الزلزال. وبالتالي يبدو أن الخارجية الفرنسية كذلك قد أخطأت مرة أخرى عندما صرحت بأنه هناك زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى المغرب، وردت بعض المواقع هنا في المغرب منسوب كلامها إلى مصادر رسمية مغربية بأن الزيارة غير مبرمجة وغير رسمية. وبالتالي يبدو أنه هناك شيء ما تحاول باريس الإشارة إليه، سواء عبر التدخل في الشأن الداخلي المغربي أو استعمال بعض الأوراق الضغط. كذلك لا بد أن نشير أن الصحافة الفرنسية لم تكن تتعامل بمهنية في فترة الزلزال، وإنما حاولت تسييس عديد القضايا وحاولت اللعب على وتر العاطفة بدل أن تضع الكارثة الطبيعية في مربعها وتنقلها وفق الكوارث الطبيعية التي تقع في عديد من بقاع العالم وتغطى بمهنية، سواء عبر الأحداث أو عبر الوقائع الحية. وبالتالي يبدو أن على الأقل بحسب ما يراه المراقبون هنا في المغرب بأن باريس تلعب على وترين، وتر التعالي الذي يحن إلى الحقبة الاستعمارية كما يراه جزء كبير من المغاربة، ووتر آخر تحاول الضغط لعل بذلك يمكن للدبلوماسية المتوترة بين الطرفين أن تعود إلى سابق عهدها.